أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم مفهومnya Wahai orang-orang yang beriman untuk bersyukur kepada Allah ingatlah serta sebutlah nama Allah dengan ingatan serta sebutan yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kamu kepadanya di waktu pagi dan juga petang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده
عنده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فاغفر لي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله Engkau adalah Tuhanku Engkau yang telah menciptakan aku Sedangkan aku adalah hambamu Yang terikat dengan janji Dan ketentuanmu semampuku Aku berlindung Aku berlindung kepadamu Dari kejahatan apa yang aku lakukan Aku mengakui Segala kenikmatan yang telah engkau berikan kepadaku Dan aku mengakui Akan dosa-dosaku Maka ampunilah aku Kerana tidak ada Yang dapat mengampuni dosa-dosa Selain daripada engkau, Ya Allah أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وبك نموت وإليك النشور Allahumma
Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka nushur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka nushur. وبك نموت وإليك النشور. Daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masa'i kulli laylatin bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim thalath marrat lam yadurruhu shay'un." Maksudnya, tidaklah seorang hamba pada setiap pagi dan setiap petang beliau mengucapkan bismillahilladzi لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang apapun dengan namanya tidak akan membawa mudarat baik di bumi maupun di langit, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Sebanyak 3 kali berturut-turut, kecuali tidak akan ada yang dapat mencelakakannya. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Allah.
أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين أصلح لي شأني كله.
فلا تكلني إلى نفسي طرفة عيني يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عيني. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا تقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا الله، sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, serta amal ibadah yang diterima. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Daripada Abdullah bin Ghannam Al-Bayadi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yusbihu, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdaka la syarika lak, lakal hamdu wa lakal syukr. Faqad adda syukra yaumihi. Wa man qala mithla dhalik hina yumsi, faqad adda syukra lailatihi." Maksudnya, sesiapa yang pada pagi hari mengucapkan Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdaka la syarika lak, lakal hamdu wa lakal syukr. Ya Allah, apapun kenikmatan pada pagi hari ini yang ku dapatkan, maka itu berasal darimu semata yang tiada sekutu bagimu. Bagimu segala pujian dan rasa syukur bererti telah menunaikan syukur pada hari itu. Dan sesiapa yang mengucapkan seperti itu pada petang hari, bererti
telah menunaikan syukur pada malam itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdaka la sharika lak lakal hamdu wa lakal syukru lakal hamdu wa lakal syukru Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdaka la sharika lak lakal hamdu ولك الشكر لك الحمد ولك الشكر اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك لك الحمد ولك الشكر لك الحمد ولك الشكر اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك لك الحمد ولك الشكر لك الحمد ولك الشكر اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك لك الحمد ولك الشكر لك الحمد ولك الشكر ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك لك الحمد ولك الشكر لك الحمد ولك الشكر اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك لك الحمد ولك الشكر لك الحمد ولك الشكر اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك لك الحمد ولك الشكر لك الحمد ولك الشكر He is the creator, he is the sustainer, and he